الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كيطلب من المغرب باش يعتذر، وانا بصراحه باغي نعتذر ليه باسمي واسم مجموعه من الاصدقاء. لكن قبل اجي نجبدوا واحد كشف حساب باش نعرفوا اللي لينا واللي علينا. ونهايه الفيديو غادي نقدم اعتذاري للسيد الرئيس عبد المجيد، وهذا وعد. أي مثقف أو مطلع سياسيا سواء كان جزائري مغربي أو أي سياسي أجنبي، إلا كان عادل ومنصف وسولو شي حد باش يقول شهادة حق أمام الله سبحانه وتعالى شكون اللي غلق الحدود البرية المغربية الجزائرية، غادي يجاوب بلا تردد الجزائر. وإلا عاودنا سولناه شكون اللي رافض اليوم فتح الحدود اللي دام الإغلاق ديالها 26 سنة، غادي يجاوب أيضا الجزائر. من بعد ما ولف يسمع من 2011 حتى يومي هذا، ملك المغرب كيطالب الجزائر علنا في خطابات رسمية بالجلوس لمناقشة أمور فتح الحدود. الرئيس عبد المجيد كيرفض وكيعلل رفض فتح الحدود بكون كرامات الجزائريين تمست وتهانت بسبب فرض الفيزا عليهم من طرف المغرب سنة 1994، وطالب المغرب بالاعتذار. المغرب اللي تعرض لتفجيرات إرهابية تورط فيها العديد من الجزائريين، واعترفوا بكونهم جندوا من طرف المخابرات الجزائرية لزعزعة استقرار المغرب. اللي على دراية بالأمر عارف أن أعضاء الرئيس هي مجرد كلام واهي الحجاج من أجل تفادي الإحراج ولكي لا تلام الجزائر على قرار الإغلاق اللي غير صائب، واللي ضرب البلدين والشعبين وحرمهم من حق حرية التنقل والتبادل التجاري والثقافي. هذا الإغلاق ما قضاش على تنمية بلدين وشعبين وجمد علاقتهم مدة 26 سنة فقط، ولكن رهان وجمد وقضى على تنمية 5 بلدان و5 شعوب كتكون جهة كاملة هي جهة المغرب الكبير، اللي أصبح الكل اليوم كيعرف أن من يعيق تطورها لتصبح في مسار التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى هي عبقريات العقلية الحاكمة على إخواننا الجزائريين، واللي ما كتطورش وما كتغيرش وما كترحمش وما كتخليش رحمة ربي تنزل. رغم خروج الشعب الجزائري ومطالبته هذه العقلية باش تنحى، إلا أن تصر على الاستمرار ولو بالقوة. أنا اليوم أكثر من الأمس متأكد بلي مسألة التطبيع مع المغرب وحل الحدود الجزائرية المغربية كيدخل في المستحيلات، وليت أقرب ليا نصدق تطبيع وتطوير علاقة الأخوة بين المسؤولين الجزائريين والإسرائيليين على أنني نتصور فتح الحدود وتطبيع العلاقة بين المغرب والجزائر. بل وليت أكثر قناعة بلي أي رئيس جزائري كما بغى يكون ولا أي واحد من حكومته حتى واحد فيهم ما يقدر ياخذ قرار بهذا الخصوص، ولا مشى أي رئيس أو وزير بغى يحط يديه على هذا الملف وياخذ المبادرة فيه كرئيس فعلي بما يخدم مصالح الجزائر والمغرب، أنا متأكد بلي هذه اليد غادا تقطع قبل ما تحط على هذا الملف. وما محتاجش نذكركم مصير المرحوم بوطياف، لأن هناك مجموعة حاكمة في الجزائر وكتحكم بسياستها الخارجية مع المغرب وكتستفد وحدها من مردود الصراع بأكثر مما نتصور جميعا، ولن تسمح لأي كان بالمساس بمصلحتها الخاصة. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كيعرف قبل من غيره أن ملف فتح الحدود كاين بين يدي جهة أكبر منه، والوقت اللي علل رفض فتح الحدود بكرامة الجزائريين اللي اتهمت نهار المغرب فرض الفيزا عليهم بعد ما تعرض لتفجيرات إرهابية في فندق أطلس أسني كان من وراءها جزائريين من بينهم رضوان حمادي، هام المرزوق وستيفان آيتي الدر اللي قتلوا 37 من الأبرياء من مختلف الجنسيات بلا الجرحى واعترفوا بذلك. سي عبد المجيد استنكر على المغرب ملي لقى جزائريين كثار متورطين بالهجوم عليه وعلى أمنه العام وعلى رزقه، اللي لأن السياحة كانت آنذاك من أهم موارد العملة الصعبة، قلت استكثر على المغرب يراقب الجزائريين اللي غادي يدخلوا لبلاده، لأن بعضهم تبتوا للمغرب أنهم ما كانوش جديرين بالثقة اللي حظوا بها ودخلوا ليه بمجرد جواز سفر، واستغلوا حسن الضيافة بالقيام بأعمال إرهابية في حق البلاد اللي فتحت لهم بيبانها ورحبت بهم. وكونوا متأكدين أن الوضع كان غادي يكون نفسه مع دولة أخرى، لو كان هاد المجرمين من تونس أو مصر مثلا كان المغرب غادي يتخذ نفس الإجراء. سي عبد المجيد خصو يخجل من تصرف ولاد بلادو الارهابيين ويتالم على سقوط ابرياء، هو اللي عارف ان المغاربه اللي تهانت كرامتهم بهذا العمل ماشي العكس، وتظلموا في هذه التفجيرات ماشي الجزائريين اللي تفرضت عليهم الفيزا. وكما عاد هذا النظام في الكذب واللي كيمارسوا مع الشعب الجزائري الشقيق قبل ما يمارسوا معنا احنا المغاربه، وكما كيقول ان ما عنده علاقه بالبوليزاريون فان يكون عنده علاقه بتفجيرات اطلس اسني، رغم ان اللي تشدوا جزائريين وعملاء المخابرات واعترفوا بذلك. وهنا غادي نحيلكم على شهاده للعميل كريم مولاي اللي الان هو لاجئ في انجلترا واللي كان مسؤول على تجنيد عملاء مغاربه وجزائريين لتنفيذ العمليه، واللي صرح وقال: كنت يومها ضابطا في صفوف المخابرات الجزائريه وتوليت مهمه الاعداد اللوجستي لتلك العمليه التي جرت يوم 24 غشت 1994، ردا على تصريحات العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني الذي صرح بانه كان الافضل للنظام الجزائري ان يعطي فرصه للجبهه الاسلاميه للانقاذ،
التي فازت بالانتخابات البرلمانية أواخر عام 1991. هي الحقيقة كتكون دائما مرة، وعارف أن الكثير بالعاطفة ديالهم غادي يقول لك أن هذا الأخ عامل المخابرات المغربية وكيكذب، لكن الواقع بينهم وبين نفسهم عارفين أن المجرمين اللي نكلوا بالشعب الجزائري في العشرية السوداء ماشي غريب عليهم هذا الشيء، وشهادة الضباط الهاربين ما أكثرها، كم حسين هارون، كريم مولاي، الحبيب سويدية، شوشان. سي عبد المجيد، أنا كمغربي نحب نقول لكم حاجة، والله إلا المغاربة أطيب شعب في العالم. ملي أنت باغي تدخل الكرامة في الاعتذار بين المغاربة والجزائريين، راك عارف المصيبة الكبيرة اللي داروا مدين باسم الجزائر واللي تكلمت عليها الصحافة الدولية في العالم بأسره. شوف يعني قرار أهوج، صلينا الصبح فإذا بسيارات الجيش وسيارات الدرك الوطني تدق الأبواب على الجزائريين، هذا بالنسبة لنا جزائريين. يعني المغاربة اللي عايشين هناك. بعدين احنا عرفنا هذو أنه مغاربة، ما عمرنا ما كنا نعرف أن هذو مغاربة. البشير والدرويش وقويدر وعمي المعراج. يعني تخيل أنت الصدمة النفسية لحد الآن مش قادر نستيقظ منها. نهار اللي طرد 350 ألف مغربي ليلة عيد الأضحى. بملابسهم اللي على ظهرهم والسلالة أموالهم ومتاجرهم وألقابهم كالكلاب على الحدود المغربية الجزائرية. واحدة اسمها يعني عمتي الزكراوية، كنا نسميها خالتي الزكراوية، والله خلت العيد معلق. العيد خلتهم بالقوة، خلتهم بالقوة ويرمي في الشاحنة. طيب هذا الرجل يقول لك أنا أعرفش المغرب يا جماعة. لا لا، أبوك أنت أصلا مغربي. يا ودي أنا مولود هنا في المباديه، مولود في تموجنت، مولود في سيدي بالعباس، مولود في تلمسان. أنا هنا في هذه الزراعة وهذه التربة أنا نشأت بها، اختلط روحي ودمي بها. كيف تطردونني؟ وسماها مسيرة سوداء، ردا على المغرب اللي استرجع أقاليمه الصحراوية بمسيرة خضراء. أنا في أليكول انسبكتور دو بوليس، il vient il avait de l'essence il avait et il savait que moi je suis marocain et après il m'a passé au commissariat il vient le bis et après j'ai monté et on t'a amené ici. وش تأرزق الناس وأموالهم وممتلكاتهم وفرق بين الأسر والأزواج. J'espérais pouvoir faire venir votre femme et vos enfants. Ah oui, si c'est possible. Et si c'est pas possible, je resterai comme ça, j'attends. J'attends la destinée. Votre maman est algérienne. Vous voudriez qu'elle vienne ici? Je voudrais bien. Je voudrais bien voir ma mère auprès de moi, mais pour le moment, je fais pas appel à elle. Je voudrais accueillir ma mère dans une autre situation, vous voyez, comme ça elle sera plus heureuse. Pour savoir qu'elle avait un fils qui a un sang marocain. Et pour savoir qu'un être humain marocain est plus accueillant qu'un autre peuple, c'est-à-dire par rapport au peuple algérien. أليس في الحياة ما هو أقدر من هذا الفعل وأكثر إهانة للكرامة وإلزام الاعتذار؟ العقلية المعفنة، العقلية الرأي الواحد، لا حقوق إنسان، لا مراعاة لتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشهادة لله بالرغم من أنه ذلك الوقت كان حسن الثاني. يعني وردة فعله مع الجزائريين، يعني وردة فعله مع الجزائريين من أصول جزائرية، المغاربة من أصول ما كانت بهذا الشكل. يعني عقلية الثوريين الثورجيين اللي دمروا الجزائر كانت يعني أنت مواطن بين عشية وضحاها يخرج باللباس الذي كان عليه حافي وترميه وراء الحدود هنا، ما أمر بها لا الله ولا الرسول ولا القرآن ولا الديمقراطية ولا حقوق الإنسان. المهام اللي كنتي كتشغلها كيقولوا بلي راك على اطلاع على هذه الأمور كلها، وما كاين لاش تقدم حجاج أنت براسك عارفها ماشي حقيقية. كرئيس دولة كنت فهم أنك تقلب على كرامة ولاد بلادك، اللي بالمناسبة كرامة أي جزائري من كرامتنا احنا كذلك، لكن كرامة ولاد بلادك كاينة في أنك تنصف الجزائري وتضمن ليه العيش الكريم اللي خصو يتوازى مع خيرات بلاده. تقوية سيد الرئيس، الجزائري والمغاربة عارفين باللي الجزائر غنية على المغرب بسبب مواردها المالية اللي وهبت عليها فقط الطبيعة. أعطاكم الله البترول والغاز والله يزيدكم من فضله، لكن اللي ما عارفينش الجزائريين هو علاش هما من دون الدول العربية اللي عندهم هذا الخير كامل وما لحقهمش منه كشعب والو. اقسم بالله انهم اللي المغاربه والجزائريين كيقارنوا بين التطور اللي عرفوا المغرب بسياسه الرجال ديالو والتطور اللي عرفته الجزائر بسياستها، راه كيبان المغرب مشى بعيد عليها بعده سنوات. ما عندهمش بترول، ما عندهمش بترول راهم خير منا. ما تقدرش تقارن دار البيضاء بالجزائر العاصمه،
تقدرش تقارن الرباط بالجزائر العاصمة، تقدرش تقارن طنجة بالجزائر العاصمة. وكل جزائريين اللي مشاو للمغرب متأكدين أنه غلق الحدود السبب تاعو أنه باش الجزائري ما يكتشفوش المغرب، ما يعرفوش كاش داير المغرب وما يديروش ثورة. لو تفتح الحدود ما بين الجزائر ووجدة، ما بين الجزائر والمغرب، الناس يدخلوا لوجدة يشوفوا وجدة كيفاش دايرة، والله 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 توقع ثورة في وهذا ماشي فقط كلامي كمغربي، سير شوف الجزائريين اللي زاروا المغرب ومنهم مثقفين، شوف انطباعهم على اليوتيوب. نقولوا هادو تقدروا تتهموهم بالعمالة والخيانة أيضا وتشهير بالجزائر لفائدات المخابرات المغربية كما كنسمعوا ديما. أجي نجبدوا ورقة وستيلو ونتحاسبوا. البحبوحة ديالكم كي كتسميوها في سنوات قليلة وفرت لكم ملايير من الدولارات، لدرجة وليتوا كتسقطوا ديون على دول إفريقية لشراء مواقفها من بوليزاريو بملايين. في الوقت اللي جاركم المغرب وهذا الشيء كنعرفوه جميع عايش بالقروض وما عندوش فائض من المال اللي غير مستوكي. لكن الحكمة ديال السياسيين ديالو ردت المغرب أحسن من الجزائر في كل المجالات. إذا مشينا للسياحة والبنية التحتية ديالها لا مجال للمقارنة. إذا مشينا للصناعة وصناعة السيارات وعدد تصديرها في السنة ونسبة إدماج مكونات المصنعة محليا اللي راها اليوم تعدات 80% لا مجال للمقارنة. إذا مشينا لصناعة عربات القطارات وتصديرها لدول عربية وإفريقية والحساب أيضا شركات أوروبية لا مجال للمقارنة. إذا رحنا لصناعة الطيران، أجزاء الطائرات ومحركاتها وآلاتها الإلكترونية وبرمجيتها لأهم الشركات العالمية العملاقة واللي كتصنع في المغرب لا مجال المقارنة. إذا مشينا للبنية التحتية الرياضية من بناء ملاعب ومراكز معسكرات تدريب للرياضيين حتى أصبحت أعتى الفرق الرياضية العالمية كتحل بالمغرب القيام معسكراتها التدريبية لا مجال المقارنة. بنية الطرقات وطرق السيارة المغرب متفوق على الجزائر في هذا الباب أيضا. بخصوص الموانئ بلا ما نذكركم بميناء طنجة العالمي، سدود المبنية والأراضي الفلاحية المسقية والمستغلة لا سبيل المقارنة، الإنتاج الفلاحي والخيرات المتنوعة وإنتاج اللحوم والحليب والألبان كتتكلم عليهم رفوف الأسواق الأوروبية. حتى الكمامات اللي طلباتها ظرفية كورونا الطارئة أصبح المغرب ثاني دولة في العالم في إنتاجها بعد الصين، وبعد ما حصل على الاكتفاء الذاتي ديالو منها في وقت وجيز أصبح حيصدرها لأوروبا وأمريكا، وسمعت حتى الجزائر توصلت بنصيبها منها. صناعة الملابس والقندورة والقفطان والتكشيطة المغربية اللي كيبيعوا المحلات ديالكم وكيسوردوها من المغرب أنتم أدرى بقيمتها. الصيد البحري وأكبر محطة في العالم للطاقة الشمسية، خطوط الطيران المغربي اللي خلات الجزائري كيجي للمغرب ترانزيت باش يستقل الخطوط المغربية اللي توصلوا لوجهة ما تقدرش تاخذوا ليها الخطوط الجزائرية. القطاع البنكي المغربي بعد ما غطى دول أوروبا اللي فيها الجالية المغربية أصبح يغطي معظم الدول الإفريقية. الاتصالات المغربية واللي كيستفد من خدماتها حتى الغرب الجزائري غزت دول إفريقيا. المصانع المغربية المختصة في صناعة الأسمدة المشتقة من الفوسفات لها فروع لا تعد ولا تحصى في دول العالم وليس فقط في الدول الإفريقية، شركة التأمين وإعادة التأمين وزيد وزيد وزيد. شوف فقط الصحراء المغربية كيفاش سلمها المغرب من إسبانيا وكيفاش ولت اليوم والتطور اللي عرفاته بنيتها التحتية. هاد الشيء اللي كيشوف الجزائري تحقق في بلاد جار اللي ما عندوش ثروات وكيفتقدوا في بلادو الغنيه بالبترول والغاز، هذا بالضبط اللي كيمس بكرامته سيد الرئيس ماشي الفيزا. كرامه الجزائري غادي ترجع ليه نهار يشوف فلوس بلادو كتصرف عليها باش الجزائر تكون احسن من المغرب في هاد الشيء كامل اللي قلنا. من هاد الشيء حاجه وحده اللي تعندت السلطه فيها مع المغرب هو بناء المسجد الكبير باش يتفوق على مسجد الحسن الثاني، وللاسف بايادي صينيه ماشي حتى بسواعد ابناء الجزائر الاحرار. أسيدي هنيئا لكم بهذه المنافسة اللي نتمنى ترجع على بلادكم بالخير، وما يبقاش يسمع أن حكام وتبنوا التخربيق ديال الراحل معمر القذافي حيث هو الأول اللي دعم البوليزاريو نكاية في الملك الحسن الثاني بعد ما طلب منه الإذن باش يشارك بالمشي في المسيرة الخضراء لتحرير الأقاليم الجنوبية من الاستعمار الإسباني، وهو كي كنعرفوا كاملين رئيس مختل ومهووس بالزعامة العربية ومعجب بجمال عبد الناصر فبغى يدير في السافي ديالو بلي هو اللي حرر جنوب المغرب، خصوصا وانه كان عارف بلي هاد المسيره غادي يشاركوا فيها سفراء الدول العربيه وبغى يتراسهم باش يكسب نقاط على ظهر المغرب ويحظى بمكان لدى القوميين العرب انذاك، الا ان الحسن الثاني رفض طلبه فما كان عليه الا ان نجمع بعض الطلبه المغاربه ومنهم محمد عبد العزيز زعيم البوليزاريو المغربي والمولود بقصبة التاتلة بالمغرب واللي تابع الدراسه ديالو بمراكش وجامعه الرباط، فحرضهم القذافي وقدم لهم مال الليبيين والاسلحه ديالهم باش يحملوا السلاح ضد الحسن الثاني وضد بلادهم المغرب حيت رفض يخليه يشارك في المسيره. للاسف الجزائر خذت القذافي قدوه وتبعته بسلوك سياسه عدائيه تجاه المغرب
واحتضنت هذا الشيء ديما من البوليزاريو وبعض المرتزقه القادمين من دول الجوار بحال مالي والنيجر وموريتانيا المغرر بهم من المغاربه الصحراويين. وبقات الجزائر بوحدها كتصافى لهم رزق الجزائريين في اقامتهم، الطيران ديالهم، الفنادق، الوجبات الفخمه، كما كتسخر لهم سفارتها بالخارج وكتضيع وقتها ومالها في شراء ديما من يريد من الدول ان يعترف بهم وشراء مواقف بعض الجمعيات التي تدعي بانها حقوقيه وكتبيع الجزائر بثمن غالي جدا مجرد تشويش على حق المغرب مثلا في ابرام اتفاق الصيد البحري مع اوروبا واللي في النهايه يتم وفق ما يطلبه المغرب، ولكن تكلفه التشويش عليه كدفع الجزائر من قوت شعبها كما كدفع مبالغ ضخمه لجمعيات تتاجر في بيع المواقف لينظموا لبعض المعارضين الصحراويين المقيمين بالمغرب لقاءات شكليه لملء دفتر تحملات السبونسور ديالهم سوناتراك، مثل احدى التاجرات بقضيه لاجئي تندوف امينه حيدار اللي كتلقى اموال كبيره من الجزائر وكتسكن بالعيون وليس تندوف لانها لن تتنازل عن مستوى رفاهيتها بعيده عمن تتاجر بهم المشردين تندوف واللي كيعيشوا عيشه الظل 45 سنه بلا رحمه ولا شفقه من النظام الجزائري واللي كيصر على بقائهم تحت نفوذه ليحارب بهم المغرب لانهم ان رحلوا للمدن الصحراويه ورجعوا موطنهم سيعيشون عيشه راضيه مرضيه وسيندمجون على غرار اخوانهم في دولتهم ويتمتعوا وينعموا بالخيرات ديالها ويدعون على كل من كان حيله سبب ضياع عمرهم في ماساه رسمتها لهم العقليه الحاكمه السيئه الخاربه والتي لم ترحم حتى الجزائريين. اريمكم سيد الرئيس ان المغرب رغم اغلاق الباب عليه ليعزلوا عن العرب والافارقه بسياسه غير مدروسه عزلت بلدكم عن العالم في الوقت اللي المغرب كيتواصل عادي مع اي نقطه في العالم. والمغرب لا يستجديكم بطلب فتح الحدود ولن يجوع كما كتصوروا الجزائريين اللي القليل منهم مازال كيصدقكم، وغادي نوضح هذا الشيء في فيديو لاحق ان شاء الله على اغلاق الحدود. المغرب لا يعيش على حساب الجزائر ومواردها الغذائيه كما كيكذب البعض منكم. المغرب دوله قويه بسياسه رجالها ولن تضعف او تموت باغلاق الحدود. المغرب ما غاديش يفرط في صحراءه وغادي ينتصر لانه كيدافع على قضيه وعلى وطن وما كيرهنش شعبه مقدره الاعتداء والتدخل في شؤون بلد اخر وخصوصا انه جار. لكن السؤال المهم الان هو على من كتكذب الجزائر رسميا فاش كتدعي انها لا تتدخل في شؤون الدول الاخرى وهي كتحتضن البوليزاريو وكتشري لهم الاعترافات المواقف والسلاح وكتستدعي سفراء الدول اللي كتفتح بلدانهم قنصليات بالصحراء باش تبلغهم احتجاجها وكتنسحب من اي بطوله رياضيه كتنظم في الاقاليم الصحراويه المغربيه وكترفض دعوات الحضور لاي مؤتمرات او ندوات سياسيه وثقافيه كتنظم تماك. عقليه السوء الحاكمه واهمه بانه سياتي يوم يفرط المغرب في الصحراء ديالو. المغرب استثمر امواله في ارضه في هذه المدة وأصبح الجنوب جنال سكانه والمدن شاهدة على ذلك، لكن الجزائر اللي استثمرت 250 مليار دولار من مقدرات شعبها شنو استفدت؟ العالم المغربي كيرفرف على أرضه وأموال الجزائريين للأسف ترفرف على رؤوس المنتفعين والنتيجة صفر. أي نظام عقل ما يمكنش يخسر هذه الأموال الطائلة وبلاد المليون شهيد محتاجة لأي دينار منها. أي نظام عاقل ما يمكنش يفضل أن جاره اللي هو عمق أمني ديالو يتقسم ويشوفوا دويلات صغيرة وضعيفة عوض ما يكون قوي باش يتقوى به. أي نظام عاقل ما يمكنش يقفل الحدود ديالو مع جاره الوحيد اللي آمن ومستقر عوض ما يتعاون معاه. أي نظام عاقل لازم يخجل وهو كيحاول يقنع العالم بالأحرى شعبه أنه صاحب قضية ومبادئ ورافع شعار تقرير المصير. هو نفس النظام اللي منع الشعب الجزائري من أنه يقرر مصيره نهار اللي اختار في 91 في انتخابات حرة ونزيهة ولغاها وبعدها طلق على الشعب كلاب مخابرات توفيق تنهش فيه في العشرية السوداء. أي نظام عاقل ما غاديش يقنع العاقلين من شعبه أنه مع حرية الشعوب وهو أكثر من سنة شعبه كيتظاهر ضده وكيقول له تنحاو كاع هو رافض يطلق السلطة ويخلي شعبه يتنفس الحرية. أنا عارف أن الكثير من خوتنا الجزائريين اللي مضحوك عليهم بالشعارات الفارغة غادي يدخلوا ويسبوا ويعايروا، لكن عارف أنهم في نفس الوقت فاش كيوقفوا قدام المراية وكيشوفوا وجههم كيعرفوا أن كلامي كله صح لأنهم كيعرفوا نظامهم أحسن منا. الشعوب قوتها في اتحادها مع بعضها ماشي في الدفاع على تقسيمها. والشعب الجزائري خوتنا وكنعتبروا أن احنا وهما شعب واحد، نفس اللغه، نفس الدين، ونفس العرق، نفس التقاليد والعادات. انت اليوم السيد الرئيس اللي جاي كطالب المغرب بالاعتذار بسبب انه فرض الفيزا من بعد ما تورط الجزائريون في تفجيرات مراكش. في نظركم نتوما الجنرالات ديالكم شحال خصهم من اعتذار المغاربه اللي هذه اكثر من 40 سنه وانتم هدفكم واحد تقسموا لهم بلادهم؟ شحال من اعتذار خصكم الارامل وايتام المغاربه اللي ماتوا في حروب كانت اموالكم وقودها في الجنوب المغربي؟ شحال خصك من اعتذار المغاربه شعبان واللي ماتوا في معركه اسلي باش يحميوا ويدافعوا على الامير عبد القادر وكانت الهزيمه سبب في احتلالنا من فرنسا واسبانيا؟ شحال من اعتذار خصكم العائلات اللي بين الحدود قطعتوا لهم اوصالهم وفرقتوهم باش ترضيوا غروركم؟
بشحال من اعتذار خصكم للشهداء المغاربه اللي ماتوا من اجل الجزائر، واللي قبورهم مازال شاهده في قريه عين شعير، واللي حماوا الثوار الجزائريين باجسادهم. ناهيك على اللي كانوا يجمعوا الاموال والسلاح للثوره وبلد المليون شهيد، واللي ماتوا على ارضها. الى حسبتيها بالاعتذار سيد الرئيس، صدقني غادي تخسر بزاف، لان نظامكم مدين الشعب المغربي بالاعتذار على كاع الاجرام اللي دار في حقنا وفي حق الشعب الجزائري الشقيق وشعوب المغرب الكبير، اللي حرمتوهم الاتحاد باش يكونوا قوه اقليميه، واللي الان كيستفردوا بهم واحد واحد. ها ليبيا بداو بها، تونس كيحاولوا معها، وما عرفناش على من الدور. عذرك السيد الرئيس بانك تخلي الحدود مقفوله بين شعبين اقبح من الدم نفسه. بعد هذا الشيء كامل اللي قلت، بلادي ورزان تحكمها كتخليني اليوم نوقف ليها اجلالا واحتراما، لانها مازال كتمد يديها بالخير، رغم انني اعلم من اليقين انها كتمد يديها للشعب الجزائري وماشي ليكم، وما بغاتش تاخذوا بجريره اجرامكم وتعاملكم بالمثل. فقط تبكير بدات الامور عندكم من 91، ورغم ذلك المغرب ما قفلش الحدود. في 94 بعد هجمات اطلس اسني فرض المغرب الفيزا، نعم، وما قفلش الحدود. وكما وعدتك في اول الفيديو، انا كنعتذر ليك باسمي وباسم مجموعه من الاصدقاء، ماشي على داكشي اللي طلبتي، ولكن لاننا بصراحه متنا بالضحك على هذه القضيه ديال الاعتذار اللي قلتي. وحتى اعتذاري هذا على الضحك ماشي ليك، ولكن للشعب الجزائري الشقيق اللي انت حاليا كتمثله، واللي ليه كل الاحترام والتقدير، واللي غادي نخلي ليه الحكم لضميره. شكون اللي ملزم بالاعتذار الاخر؟ حنا ولا النظام الجزائري؟